ستعود مرة بسرعة. هذا الشوط الأول 10 دقائق تبقت من زمن هذه الفترة الأولى، دائما التعادل 0-0. كرة ملعوبة من سيف تقا، يطلع كرير يخسر الكرة، يحيى قال قال بيسام بن يحيى، هناك راية هناك راية، يرفع الراية المساعد الثاني رمزي الحرش، يلغى الهدف للنادي الإفريقي، هدف وقال وسام بن يحيى، رمزي حرش هو الذي ألغى هدف النادي الإفريقي في 37 دقيقة لعب. ها هي العملية، سيف دقا قام بالتوزيعة، كرة ملعوبة، كرير يخطئ على مستوى مسك الكرة، وسام بن يحيى يحط كرة في الشبكة، ويوسف السرايري يعلن على الهدف، يوسف السرايري يعلن على الهدف الأول للنادي الإفريقي، يقر شرعية الإفريقي بتسجيل وسام بن يحيى الجولدن باي. الله 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 الله، الكابيتان وسام بن يحيى يفعلها في مرمى نجم رياضي الساحلي، يحطها في مرمى أشرف كرير بعد خطأ كان كبير من الجارديان تاع ليتوال. أشرف كرير، ما الذي حصل يعني بين يوسف السرايري ورمزي حرش؟ الفار غير موجود يعني في البطولة التونسية، تقنية الفيديو غير معتمدة، لكن أعتقد أنه ممكن القرار ليكون صعب، لأنه واضح هل هناك تداخل لعلي العابدي في العملية الأخيرة، هناك تداخل وعودة من التسلل أو لا؟ العابدي يعني حاول يلمس الكرة وإلا لا؟ أكيد يعني هذا الهدف سينال يعني الكثير من الحديث مع خبراء التحليل، ما فما حتى مخالفة على أشرف كرير. العابدي موه بالرأس، والعابدي كان عائد من التسلل، هذا هو ممكن المعطى اللي خلى وأبقى على قرار رمزي الحرش في البداية في استاد أولمبي المنزه، وتتويج النجم آنذاك بكأسه الثالثة 1-0 بونتو المالكي من ركلة الجزاء في الدقيقة 65. وهذه كرة وعملية من علي العابدي، صابر خليفة الثاني، ولد خليفة ولد خليفة ولد خليفة يتقدم بالثاني، الثاني 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 الثاني، صابر خليفة يا دعم هدف النادي الإفريقي، هدف صابر خليفة بهدف آخر بعد كرة واضطراب، ويشعل مدرجات أولمبي رادس، يتقدم بالثاني النادي الإفريقي بكرة صابر خليفة بعد توزيعة مليمترية كانت من علي العابدي، وقرار حكم المباراة يوسف السرايري. أكيد هناك يعني اعتداء على فخر الدين الجزيري، إن شاء الله السلامات يعني الدماء تسيل من رأس فخر الدين الجزيري بعد الهدف الثاني للنادي الإفريقي، صور ما كناش يعني نريد أن نشاهدها ونتابعها على قنوات الكأس الرياضية، إصابة لاعب بعد ممكن اعتداء، من أين جاء الاعتداء بعد الهدف الثاني؟ فخر الدين الجزيري إن شاء الله سلامات، الجزيري في رابع دور نهائي لي على المستوى الشخصي. هذه الصورة بالنسبة في ميجان شمروخ يضرب فخر الدين الجزيري في رأسه، سلامات 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 سلامات، صورة يعني قاتمة وسيئة. الله 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 الله، خطيرة كانت العملية، هذا هو سبب إصابة فخر الدين الجزيري في رأسه، يعني صورة للأمانة يعني خايبة برشا. تأتينا من أولمبي رادس بعد احتفال صابر خليفة ولاعب النادي الإفريقي بالهدف الثاني، وإصابة فخر الدين الجزيري بشمروخ، وإصابة على مستوى الرأس، صلا يعود سليم معافى لإكمال الفترة الثانية. وهذه كرة العملية بالنسبة للهدف الثاني من علي العابدي، وصابر خليفة مع أشرف كرير، وكرة كانت مليمترية من علي العابدي، وصابر خليفة أشرف كرير يطالب بالمخالفة من حكم المباراة، وصابر خليفة 31 سنة، 3 كؤوس مع الترجي، كأسين 2007 2008 وكأس مع النادي الإفريقي 2017 للنجم الرياضي الساحلي. هاب المساكني 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 المساكني، حاول يهرب أحمد خليل، يتدخل خليل، تدخل بطولي، أرجع الكرة لوسام بن يحيى، بن يحيى كرة أخرى من جديد تعود لأحمد خليل، خليل بكرة لصابر خليفة، خليفة كرة ملعوبة وليس هناك تسلل، كرة ملعوبة، الثالث للنادي الإفريقي، شماخي شماخي شماخي
شماخي شماخي شماخي شماخي قال 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 خازي العيادي عيادي ولفريقي دايما عيادي ولفريقي دايما عيادي ولفريقي دايما يضرب بالثلاث خازي العيادي بكورة ملعوبة من صابر خليفة إلى ياسين الشماخي يكسر التسلل ياسين كورة كانت ملعوبة لياسين ولد سليمان جمهور الافريقي فرحان يعطي كورة يعطي باس يعطي لاسيس للعيادي وسنين دايما للنادي الافريقي بالثلاث يضرب النجم الرياضي الساحلي في هذا الشوط الثاني بكورة ملعوبة بذكاء كبير العيادي يفعلها العيادي يحطها العيادي مركيها العيادي ثلثها 3-0 للنادي الافريقي رغم يعني الصور التي جاءتنا من المدرجات عودة اللعب عودة الروح للنادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي يتأثر كثيرا بمعطيات عديدة في هذه المباراة قبل العودة للبيت الساحلي للوساس ترجع الكرة من حمزة الأحمر الرأسية قال 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 رامي البدوي البدوي والثالثة الثابتة الرأسية في مرمى سيف الدين الشرفي 3-1 النجم يعود يذلل الفارق 3-1 من كرة ثابتة لمسة مليمترية توزيعة حمزة الأحمر البدوي أعلى من الناس الكل أعلى من الجميع الرأسية مخادعة لسيف الدين الشرفي يعود بهدف تذليل الفارق النجم 4 أهداف في دور نهائي مفتوح الى حد الان في نسخة 2018 البدوي اللي يحاول مهدورة للسياع تعود من جديد فهل يكون كمال القلسي 5 الأسماء المحلية التونسية التي تتوج بالكأس مع النادي الافريقي وهو اللقب بالنسبة للقلسي كرة ملعوبة عاد من التسلل لا روعة 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 من الزمن الجميل ولد خليفة بثنائية في المرمى الساحلية يسجل الهدف الرابع يضرب برباعية الافريقي يسجل رابع الاهداف الافريقي عقلية ساكنة فينا عزيزة علينا اعطاشة من حبها مروينا هي اللي مصغرة اعشقنا وهوينا لا فريق دون جمهور ولا جمهور دون فريق معا في السراء والضراء نقطة قوة الجمعية مهما كان اسمها وتاريخها هي جمهورها جيشها شعبها الجيش الأحمر هو شعب النادي الإفريقي فريق العقلية الإمبراطورية الإفريقي ما عندوش جمهور عنده أمة وكرة صابر خليفة بهذه الطريقة بهذه الكيفية عالطاير في 90 يغال تكرير با 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 بكرة صابر خليفة بكيفية ممتازة لا يفعلها إلا الكبار لا يسجلها إلا أمثال صابر خليفة خليفة ولد خليفة يعبث بدفاع نجم رياضي الساحلي في ختام المباراة يظهر لي أعتقد أنه خلاص في تونس العاصمة وفي مختلف ولايات الجمهورية من خلال أحباء وأنصار وعشاق النادي الإفريقي وفي ذات اللحظة يعلنها يوسف أسراري ألف 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 مبروك للنادي الإفريقي لأنصاره لعشاقه لأمته هذا التتويج بالكأس عدد 13 حظ أوفر للنجم الرياضي الساحلي برافو لتوال على هذا المردود على هذا العطاء على هذا الحضور في الدور النهائي برافو على هذه الصور الجميلة على القبل بين بلال الخليفي الخفيفي وأشرف كرير في نهاية المباراة هكذا نريدها أن تنتهي هذه المباراة الختامية بالنسبة لكرة القدم التونسية موسم 2017-2018 التتويج للنادي الإفريقي بالكأس عدد 13 أمام النجم الساحلي والفوز بالنهائي الثاني أمام الإتوال 2-2 على مستوى النهائيات والتتويجات بين الفريقين أكيد معطيات فنية في انتظار العودة لمراسم التتويج